مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين. حلقتنا اليوم فقراتها غنية جدا بالمواهب. تابعوا معنا أجدد الأخبار الفنية على الساحة العالمية والمحلية في 90 ثانية، وبعدها حنخذوكم في تقرير من مدينة بنغازي مع مشروع ركبي 2018، ومنها يجدد موعدنا مع منافسة التوب 5، وبعدها نمشوا بكم الفقرة منشن اللي كل حلقة تختاروا لنا موهبة نسلطوا الضوء عليها. حلقتنا اليوم حتكون مع اليوتيوبر والناشطة الليبية رشا السليني، ومنها الانترفيو الحصري مع كاميكازي نحكو معاه في مواضيع مهمة وجريئة، وأخيرا نهاية حلقتنا بال16 بار بالليبي مع كاميكازي. مرحبتين بكم في حلقتنا الخامسة من أدرينالين. طرد تايجا من قبل الحراس في حفلة عيد ميلاد فلويد مايويذر. تراف سكوت و ذا ويكند سيصدروا الأيام الجاية فيديو كليب بعنوان ذا ويك اب. نيكي ميناج تلغي حفلها في إيرلندا بسبب عدم وصول المعدات اللازمة للمسرح. كما صرع عيسى على حسابه أن هذا العمل سيكون الأخير في مسيرته الفنية. إعلان موعد صدور ألبوم أميغوز القادم في يناير 2020. أوفست في الاستوديو لتحضير الجزء الثاني من ألبوم Without Warning. تعاون قادم سيجمع كل من كريس براون وتايجا مع مارشميلو. هناك أخبار تقول أن إمينيم سيظهر في أحد عروض المصارعة الحرة WWE SmackDown. استمرار للبيف الحالي في تونس بين كل من رابر أرماستا وكلايبي بي جي والوصول إلى ذروته. أصدر الرابر المصري مروان موسى فيديو كليب جديد بعنوان شطائر. لاعب رجبي، مدرب منتخب بنغازي ولاعب فريق نادي الهلال البنغازي، كابتن منتخب ليبيا لعبة رجبي سيفنز. نلعب في رجبي تقريبا حوالي 10 سنوات حاليا. لعبة الرجبي في ليبيا مازال ما لهاش قاعدة كبيرة جماهيرية، لكن الحمد لله رب العالمين في آخر 4 سنوات بفضل المشروع حاولنا نكون قاعدة شعبية، حاولنا نكون قاعدة لاعبين كبيرة. وصلنا 1000 لاعب الحمد لله رب العالمين مسجلين عندنا ما بين بنغازي وما بين طرابلس. الرجبي في ليبيا بصفة عامة مستقبلها أنا أشوف فيه أنه هو مستقبل زاهر جدا. أعتقد أنه هي حتكون من الألعاب القوية، وأنه هي ممكن توصل اسم ليبيا لمراتب عالية جدا خاصة عالمية. لعبة بعض الناس عندهم عليها خلفية مش صحيحة، أتمنى أن الناس أنهم يحاولوا يتعلموا أكثر ويجوا يقربوا أكثر من لاعبين الرجبي ويتعلموا شو هي الرجبي. تجربتي كلاعب في الرجبي لعبة ما هيش مش الملعب بس، لا الرجبي أسلوب حياة. فنتمنى أن الجميع يحاول أنه يتعلم الثقافة هذه، يحاول ينشر الثقافة هذه ما بين اللاعبين. كمدرب نشوف أن المستويات الشباب الصغار والكبار عندنا أعمار من 6 سنوات لعند تقريبا أكثر من 30 سنة. عندنا ناس تقدر توصل لمراتب عالية جدا جدا. المنتخب اللي عندنا حاليا والأندية اللي عندنا حاليا في ليبيا نقدر نوصل بها المراحل فيها. السلام عليكم، مويد الدفاني 19 سنة. سبب انضمامي للعبة الرجبي طبعا هي لعبة نادرة وما فيش حد يخشلها وهي مش معروفة، اني انا كنت فترة بنغازي كان مسكر وفترة حرب وما فيش مكان ننفسه فيه، اتجهت اني نخش لعبة الرجبي وما شاء الله استمريت فيها. ننصح اي واحد مازال ما مجربش اللعبة هذه او يقول عليها لعبة عنف واللعبة مش تمام، جربها انت قبل وحتعرف بعدها. مصطفى الحوتي رئيس اللجنة الفنية للعبة الرجبي ليبيا. طبعاً لعبة الرجبي تاريخها أساساً من بريطانيا وانتشرت على مستوى العالم وبدأت تنشر في فرنسا وبدأت تنشر في أوروبا كلها وبدأت تنشر حتى في الدول اللي هي تعتبر تحت الحكم البريطاني. وجودها في الوطن العربي نتيجة الشركات الأجنبية المتواجدة في البلدان العربية، بالأكثر كانت في المغرب وفي تونس وفي الجزائر. أما في ليبيا بدأت سنة 1996 بداية خفيفة وواجهت بعض المصاعب،
ثم بدأت في 2006 بدأت تنشط من جديد. فضل الله سبحانه وتعالى يعني الانطلاقة نوعا ما اللي تعتبر انطلاقة حقيقية للرقبي في ليبيا كانت البدء والاهتمام بالفئة السنية من سنة 2013-2014 هي انطلاقة المشروع رقبي 2018، والآن الحمد لله النتيجة كبيرة بإذن الله. نحن افتتاح ملعب للرقبي ويعتبر أول ملعب رقبي على مستوى ليبيا، وإن شاء الله ربي يوفقنا وهذه الانطلاقة الحقيقية فعلا للرقبي. عبد الحق فايز من مشروع رقبي 2018، مدير فريق العمل للمشروع. ركبي في 18 بدينا المشروع يوم 6/4/2014 اللي هو اليوم السلام والرياضة العالمي، فاخترنا اليوم هذا بداية المشروع وانتقلنا به 53 شهر حتى الآن لتكمل 59 شهر للمشروع. من بعدها نبدأ أكاديمية ركبي في 18. في الفترة هذه كلها كنا حابين نأسسوا قاعدة مهمة للعبة واستعمال الرياضة لعبة الركبي لتحقيق أهداف معينة، منها الأوضاع اللي كانت مسيرة عندنا في بنغازي أو ليبيا بصفة عامة. الهدف ذي الحمد لله نجحت معظمها بصفة كبيرة، ونهاية المشروع حتتوج ببناء ملعب كبير اللي هو مسمينه ركبي بارك تحت مشروع اسمه جرين زون، المنطقة الخضراء الخاصة للشباب. بالنسبة لسؤال الوصول للعالمية، هو سؤال مهم جدا. المشروع بصفة عامة والأكاديمية الحق وصلتنا للعالمية عن طريق برامج مهمة زي البيس أند سبورت، الاتحاد الدولي للركبي وغيرهم. أما بالنسبة هل ممكن المشروع أو الأكاديمية توصل لاعبين لبرا الأمان أنهم يكونوا لاعبين محترفين؟ أنا نقول لك بكل تأكيد يس. مجتمع الركبي بصفة عامة مجتمع مترابط جدا، لاعبين الركبي والقواعد اللي نحطوا فيهم هنا توصلهم للعالمية بغض النظر على الوضع اللي وصل عندنا. نعطيهم أمثال لاعب زكريا هنيت موجود توه في UWC هولندا، وغيرهم زي محمد عثمان UWC في ويلز، وغيرهم السنوات القادمة بإذن الله. فيمكن كلام هذا 100% بغض النظر عن البيئة اللي موجودين فيها أو الوضع اللي موجودين فيها. التصويت في الحلقة الرابعة كان مولع والمنافسة كانت قوية جداً، وقرار كم كان هو الفيصل كيف كل مرة. في ناس ما قدرتش تكمل المنافسة في السباق، وفي ناس جديدة خشت معنا المنافسة. ومعنا جديد في السباق والأول مرة كينغزداد أفاري مانجو. والأول مرة معنا في المنافسة فريك ولا كلمة. زال ثابت مكانه دبل واي، خرجنا النصيب. نفس الأسبوع الماضي بلتي توحش الماضي. مع ثبات في الترتيب الناون شخبارك. صوت الكلب الأجدر في نظرك عشان يكون معنا في سباق المنافسة على صفحة القناة على الفيسبوك. الحقيقة بدأ شغفي بإنشاء المحتوى من فترة طويلة، لكن كان محتوى خاص بأصدقائي فقط، وكنت أشوف أنه لو بنطلع بمحتوى عام كرش السليني الأمر أكيد بيطلب مني الدراسة أو رؤية معينة عشان نطلع بمستوى مطلوب، ومش بطريقة عشوائية أنه مجرد أصدقائي ونستعرفني شخصيا اللي بيشوفوني ودون هدف أو رسالة معينة. لذلك سألت نفسي الأول شن بي من الحياة وشن هدفي عشان نعرف نطلع محتوى مناسب. بالنسبة لأول مرة نزلت فيها فيديو في قناتي كانت في مارس 2017. الفيدباك اللي يجيني على السوشيال ميديا والله الحمد أغلبها إيجابي، مع ضرورة وجود محبطين طبعا والناس اللي مش واصلها أنت شنو تدير. أما على أرض الواقع ديما نقابل في ناس من مختلف الأعمار يقولوا لي أنت رشا سليم يوتيوبر نتابعوا فيك. الحق نقابل فيهم في أماكن عامة في مختلف مدن ليبيا الحمد لله، وحتى لما طلعت برا حتى ليبيين في تونس وتركيا نفرح واجد نتفاجأ بيهم الحق. أنا واعية الفكرة إن الناس على السوشيال ميديا يقدروا يضموك بكل بساطة، لكن على أرض الواقع حتى الناس اللي بيحبوكش حيكونوا ودودين معك. في شباب وشابات واجد موهوبين في ليبيا ويختلف محتوى كل شخص الآخر،
مثل أصدقائي إيناس وحيدة، سراج الدين عراب، تركية ليث، إسراء أبو شعلة، دكتور جوري الصلابي، وحتى عبد العزيز المنصوري. القائمة الحق تطول ومش هنقدر نذكر الجميع، لكن بجد نحن عندنا شباب مبدع جدا جدا، وأمنيتي إني نقدر ندعم الشباب المبدع هذا لو بشيء بسيط. اليوم حلقتنا هتكون مدينة بنغازي الوحيشي تحديدا، اللي في كل شوكة من شوارعها تربى فيها فن الهيب هوب. حلقتنا اليوم مع رابر من أهم الفنانين اللي حجزوا مكان في ساحة الراب الليبي وحط بصمته بكل قوة، وله أسلوب خاص في تراكاته. فنان جري كالعادة متغير، اليوم حنتكلموا معاه في البدايات مصيرته مع جروب قاعد ورأيه في بعض الرابرز في الساحة الفنية. حلقتنا اليوم مع كاميكازي. كامي مرحبتين بيك في الحلقة الخامسة من برنامج جدري. مرحبتين أكويفي. شنو السبب الرئيسي اللي خلاك تغني راب، وكيف جاء اسم كاميكازي، أو شنو سبب تسمية كاميكازي؟ تنبدأ لك موضوع الراب. يعني الراب حسيته أكثر حاجة ممكن تعبر عليها، وهي زي ما تقول لغة شارع، فحبيت أني أنا نعبر عن نفسي بالراب. وبالنسبة لاسم كاميكازي، هو أنا أول مرة نسمع كان في جروب ألترا جزارة، فمن حكم تردد علي الاسم هذا فبحثت عليه. كلمة يابانية معناها انتحاري، كانوا الطيارين في الحرب العالمية الثانية كانوا لما تكمل ذخيرتهم ينزلوا سقاط على البوارج الأمريكية وكذا، وني عجبني الموضوع فحسيت أعبر عني. بس انتحاري أنت في الراب ولا؟ تقدر تقول نوعا ما. كامي سنة 2013 كانت السنة اللي كامي خذ فيها القرار انه هو يقعد رابر، يعني خلاص يطلع من قصة مستمع ويقعد رابر. شنو السبب اللي خلاك تصبي قدام المايك وتقول نبي نغني راب؟ هو القرار ما كانش وليد لحظة، زي ما تقول انه في 2013 قلت لا بنغني راب، وهي كان قبل في محاولات اني نكتب اني ندير. الدفعة جتني في 2013، بديت انا وحسام كرمي صاحبي، يعني بدينا في نفس الوقت. انا دفعت بيه ودفع كان كل حد يبي حد يدفع بيه، فهمت؟ فانا دفيته ودفني ومشينا في الموضوع، فهمت؟ اول اغنية شنو؟ مش متذكر اسمها. اول اغنية ما نتذكر لكش اسمها، لكن شنو مدامك عايش مدامك عايش كان اغنية كي. كيف سجلتوها؟ عدينا الوليد صاحبنا اسمه سراج، سجلنا عنده، كان تسجيل في مربوعته في حوشه، يعني الموضوع بدائي جدا، يعني مايك كارت صوت كمبيوتر سجلنا وجت معنا. قدرت تطور العمليه بشوي بشوي. انت كامي اول ما بديت كنت متاثر برابرز معينين، تاثيرك كان برابرز اجانب او عرب، او كان تاثيرك في الساحه المحليه؟ يعني كنت متاثر بناس من الساحه المحليه. لا انا نقول لك كنت نسمع في، يعني مش هذاك التاثير بالاجانب واجد، اوكي الاجانب كاستايل، لكن اكثر التاثير كان عربي ومحلي بصفه خاصه زي ما تقول. عربيا بك كنت متاثر بمن، او العند تو انت متاثر بمن؟ انا نقول لك ان فترات تو ممكن الحد اللي كنت نسمع له قبل ما اغني تو ما نسمع له شبك، ممكن يعني بعما يتطور تطور تنضج وكذا تفهم انه ممكن في حاجات اقوى من اللي كنت اسمع فيه في المرحله. يعني زي من مثلا؟ يعني اسمع اي حد غنى في الفتره اللي غنيت فيها، في ما بعد الثوره اكيد سمع بالتي كما نشوفك، تمام، ومتاثر بالتي واجد كما نشوفك، رادي تسمع في رادي واجد، يعني الباقي يعني حاجات معينات، يعني مش نسمع كلها كبعضها، يعني نسمع في اغاني لحد مثلا نقولها الاغنيه دي سمحها الاغنيه دي شينه، قاعد عندي تصنيف وقاعد عندي اني نسمع هذا وما نسمعش هذا، هذه كويسه هذه شينه، فهمت عليا؟ مع تطور الوقت مع الوذن. من كنت متأثر بيه زمان وتو ما تسمع لاش مثلا؟ على سبيل المثال مثلا بلتي، يعني بلتي من الرابرز اللي عنده جمهور كبير وفقد جزء من جمهوره القديم بحكم التغيرات اللي صارن في الميوزك عنده، يعني او انه هو واكب الموسيقى الجديدة. شنو السبب في رأيك؟ كيف نقول لك، يعني هي من الصعب انك تجد في بداياتك او في نص مسيرتك كيف ما انك بعد ما حصلت مثلا بعد ما تطورت وكذا وني في مرحله النقله هذه. انت قبل النقله ممكن في ناس واجد قبل النقله ممكن يكونوا حقيقيين اكثر، ممكن يكونوا رسالتهم توصل للناس اكثر، بس بعدين يتغير المفاهيم. هو ذا الشخص بروحه، يعني هو الموسيقى اللي يقدم فيها ولا الميوزك اللي يقدم فيه يعبر عليه هو في الحاله اللي هو فيها. تقدر تقول بالتي قاعد تجاري اكثر من بعد النقل اللي صارت له، قاعد تجاري، يعني قاعد عنده ما قاعدش كيف قبل. قبل ممكن كان حقيقي اكثر كان هيك، بس تو حاليا قاعد تجاري اكثر، يشوف في الرقم اكثر ما يشوف في جوده الماده. او ما نقولكش ان الميوزك بتاعه هابط او هيك، لا اوكي يدير في ميوزك حلو وكذا، لكن ما يلمسنيش انا كحد كان يسمع فيه من قبل ما ديفينيشن، وكان يسمع في حاجات هيك. لا مش هو. لو جاتك بينت فرصة أنك أنت تحقق المادة عن طريق أغاني الكوميرشل نفس ما يدير بلتي تو، هتديرها ولا لا؟
اسمعني، هي المادة شيء أساسي هذا اللي نعانوا منه أنا حاليا، إن هي تقدر دافع لك إنك تقدم لقدام. يعني أنا مثلا الراب لو ندير منه فلوس مش هنصرفنا حاجة واحدة أخرى، هنقدم بيه لقدام في راب، لأن هذا الشيء اللي نحبه، هذا الشيء اللي هو اللي جاب لي المادة هذه، فأنا هنحطها في راب مش نقدم لقدام، يعني يكون دافع. فهمت؟ عادي، مش هوش موضوع غلط، يعني هو هذا صح، لكن أنت كيف قلت لك، في كل حد يسيطر على نفسه في مرحلة النقل هذه. باي أول أغنية لك تذكرها كانت عايشانا يا كامي؟ كينا بصفة عامة زي ما تقول عاد الدنيا مدامك عايش وخلي أمرك في الله وكذا وكحاجات، يعني كبدايات، يعني بداية كتابة يعني. بس وين وانت وين؟ مش شايفك قدامي، سيب ما نيم انا ديم، ما تخلط لسامي، نعرف زين انت وين، درب فيك امرامي، انت فيم صاحب الراب متايم مش ديوري. كامي قاعد قاعد، انا واحد من الناس اللي عاصروا فترة قاعد قاعد كيف بدت وكيف انشأت. طبعا كريمينال من الطفولة صديقك، طفولة صديقك. قصة حمزاوي وقاعد قاعد كيف جت؟ يا ريت تحكيها لنا كلها من الاول. يعني نبدا لك بقصه قاعد. قصه قاعد هي كان في اغنيه بين نازي وبين حسام، فحسام في الانترو نتاع الاغنيه قال قاعد، فجذبتني. شنو هذه؟ قال لي والله تقدر تقول ثيمه او حاجه او هيك، حاجه خاصه بي او خاصه بينا او هيك. شكت له حلوه تمام، ما ضقتش ممكن شهرين ثلاثه لو سجلنا اغنيه انا وحسام وسميناها قاعد، ومنها بدات قصه شنو جروب قاعد. تعرفنا لي حمزاوي بعدها وخش معنا في موضوع حظا، وممكن فترة معينة يعني، بعدين حتى حمزاوي أصلا سيب الراب يعني تقدر تقول، فقعد الموضوع بيننا وحسام. بس أغنية قاعد حمزاوي كان في الانترو فيها صح؟ في الانترو كان حاضرا. هذه بداية حمزاوي معاكم ولا كانت كيف العلامة أن حمزاوي معاكم خلاص؟ لا هي جت بحكم الصدفة، يعني كنا بنسجل أغنية قبل قاعد كان في فريستايلات يطلع عن فيديوهاتك، وكانت هذه كيف العلامة بداية ظهور جروب قاعد. احكي لي على الفيديوهات هذه. تمام، الفريستايلات كانت يعني احنا شباب بحكم العادة نكزد وكذا، يعني كل حد والحاجة اللي يحب يديرها، فنحن كنا نديره في راب، فشيء أكيد إنه وبحكم إنه ما عندكش إمكانيات باش تسجل وكذا، في شيء اسمه فريستايل، فقعدنا نديره فريستايلات نصوره فيه ننزله فيه على النت مرة تكرر كلمة قاعد واجد، ليش ما تديره أغنية كذا، ليش ما تديره جروب، ليش ما تديره. فمشت معنا القصة، حمزاوي كان معنا سفيان SB9 وكان معنا شباب، يعني نحن أصلا نعرف بعضنا فهمت، مع الراب مع الجو قعدنا نقدمه شوية لعند ما قعد جروب. نبي نسألك على التطور اللي صار في الراب من 2011 لعند توا، وهل في رأيك أنه هو حينافس عربيا ولا لا؟ أعطيني رأيك. مرحلة المنافسة كيف نقول لك، كإمكانيات ككلام، نحكي لك ككلام كعقليات، فيه كم رابر يعني مش محصلين، نقول لك مش محصلين دعم، خليني من دعم، هم يملكوا شيء، موهبة فيه، عقلية فيه، كلام فيه، شخصية وكاريزما فيه، لكن زي ما نرد ونقولوا خليني من قلة الدعم، المجتمع مش متقبل. يعني احنا معلش عقلياتنا مثلا او مجتمعنا مش كيف باقي المجتمعات، ممكن محافظين شوية، ممكن لا، حاجات جديدة علينا الراب وكذا، وني يقول لك ما يدعمكش حتى معنويا، مش يعني اي شيء واحد اخر. فالببليك عندنا يختلف على الببليك في تونس، يختلف على المغرب، يختلف على الجزائر، يختلف على مصر، كل حد وثقافاته وحاجاته ذينا. فلا نحن نقدر ننافسه، لكن كان في حاجات شوية توفر، بس نقدر ننافسه واجبك العقليات. زي شنو مثلا يتوفر؟ انت قد دعم، يعني بالنسبة لك الدعم كيف؟ يعني دعم من ناحية معنوية او دعم من ناحية مادية؟ هي من ناحية المعنوية ومن ناحية المادية، بس كيف نقول لك، يعني تو انا مثلا لما نص الرابرز بصفه عامه، يعني مثلا العرب هو يدير في راب مثلا يجيه عائد من اليوتيوب مثلا، او يجي عائد من الحفلات، العائد هذا هو اللي يخليه يعطيك دفعه لقدام انك انت تعطيه راب، انك انت تدير فيديوهات يعني بكواليتي حلو، تدير حفلات برا، تنعرف حتى مثلا تدير فيت مع حد من برا، تدير حتشتغل حتطور الموضوع واجد عندك. لكن لما دامك انت تاخذ اغنيه تنزلها على اليوتيوب، حسابك انت الشخصي حيسمع لك كم، 36 37 الف بعدها، يعني ما فيش دافع، فهمت علي؟ ما فيش دافع الا يعني الا من رحم ربي، يعني يجيك حد مثلا
يدعمك معنويا، ما شاء الله عليك كمل كذا، يعني الدعم المعنوي الحق للحق للحق، يعني في ناس، في ناس تفهم، في ناس تقدر، في ناس تحترمك كفنان، في ناس تقول لك الحاجه الفلانيه سمح لها. يعجبني اللي قد مدقق يقول لك الحاجه هذه، فيه ناس واجد، لكن برضو محتاج الدعم، الموضوع محتاج دعم. وحنا بارد حدش لم مخلوق الناس اللي فعقولها مرد حضور من خصايا الناس وجوادي ما مد حرف فيهم كلام شعب في سبيل مد. وكما أننا نحكو في الدسات، هو أول دس يا كامي كان علي من؟ أول دس يعني هو ما نتذكر لكش علي من بالضبط، بس كان علي يعني حد في فترة معينة رابر الرابر كيف نقول لك، حتى الدسات حتى الحاجات هذين ممكن يقدم مواقف شخصية في حياته، بس هو يعبر عليهم في شنو، يعبر عليهم في موضوع في الميوزيك وفي الراب وكي. فممكن ما نتذكر لك شيء 2013، موضوع قديم، بس هو كان في موضوع بيني وبين حد فقدرت عليه دس. بس يعني ما أقول دس حد ونسي، قلت لك 2013 كلام قديم يعني. تذكر أول أغنية شن كان صداها؟ ما كانش هذاك الصدى، لأن بدايات هي ممكن اللي عرفت الناس أوكي، بس يعني الناس القريبين مني ناو في راب ويدير وكذا وني، لكن ما كانش هذاك الانتشار في فترة ذكي يعني، ما خذتش هذاك حتى يعني الكواليتي كان ضعيف أصلا بدايات، فأكيد هيكون كلام ضعيف شوية هيك. باهي، ليش ما اعتمدتش السب والدسات في أول تراكات لكي، بحيث أنك أنت تحقق الانتشار بسرعة، بحكم أنها هي أسهل طريقة انك تنتشر بها زي ما رابرز واجدين داروك، يعني في رابرز واجدين اعتمدوا الطريقه هذه يعني. لا انا يعني بنقول لك عقليتي مش هيك، حتى في بدايات يعني كانت عقليتي هيك، كان عقليتي اني انا بنقول حاجه انا حاب نقولها، مش لازم اني انا نسب فلان ولا نقول على فلان حتى من غير موضوع، يعني في ناس يسبوا في ناس من غير اي موضوع بكره، يعني ممكن ما يعرفش، بس انا مش هيك ما حبيتش نقول هيك يعني. تمام. تراك راب جيم شن كنت تقصد به؟ شوف يعني هي راب، الراب كيف هي لعبة في النهاية، كان انت ما كنت شخص قبل ما تغني راب اكيد، فهذه شخصيتك الخاصة يعني، ما تقعدش ما تخليش الراب هو اللي يحدد لك شخصيتك، خلي الراب عبارة عن لعبة لا اكثر لا اقل يعني، ما هيش شيء اساسي في حياتك، ما تعيشهاش واجد يعني، اوكي راب لايف وكذا وني، لكن ما تعيشهاش واجد، هذا كان المقصد من الموضوع يعني، كان لان الراب لعبة لا اكثر لا اقل. اوكي بي، هم مضايقين؟ هم مضايقين، هذه قصة بروحها يعني. هم مضايقين، قلت له يا معتز نبي لحن باور، نبي حاجة باور، قال لي تم، بدأ يشتغل فيه شوية، قلت له تقليدي راه عبارة عن أعطيته لابس، طلعت وخشيت عليه أخرى، قلت الدنيا نايضة والبيت والع، وخذيته عديت تاني يوم رنيت عليه قلت له معتز كملت كتابت عليه، قال لي ما تجينيش، قلت له كتابت عليه، كانت لعم حاجة لعن جيتها، جيتها قال لي قول لي شن كتبت عليه، قلت له 1-2-3 بديت له في الكورس، بس قال لي خش هاجي كاينة كي طفرة كيف نقول لك، كاين مواضيع واجد صايرات في الفترة ذكي، ناس واجد سابين، ناس واجد داوين، ناس واجد كثرين دوا غلط ومكثرين دوا هكي، فكنت مشحون شوية فهمت. فبعدش مجتمع الراب مجتمع صعب، كيف مكيف روحك في المجتمع بتاع الراب يا كام؟ يعني كيف مكيف روحي؟ يعني عادي مع نفسي، ما نكثرش يعني، ما نكثرش احتكاك بحد واجد يعني، اكيد مكثر احتكاكات بحد لا من يعني من قبل، وبان علي انه هو موش كويس، وبان علي انه هو كذا كذا كذا، فقعدت حتى في علاقاتي مع رابر بالذات يعني نقد شاهد منهم شوية، الا الناس اللي نعرفهم شخصيا، نعرفهم معرفة شخصية، كل المعارف العابرة هذين نحاول نتباعد عليهم، خليني في نفسي ما ندوش على حد، لان هذه بصفه عامه يعني ما عندي علاش ندوي على حد، وهذا كله ويجيك جنك مواضيع انت على البال على الخاطر يعني، من الناس انت ممكن حتى ما تعرفهمش بكثير. خذ لك قوم الحرام واللوط، مانيش من كم مانيش فرعوط، خلي بيناتنا فاصل يفضل ما تموت مخلوط، مش تشبايه وقنيط ما هيش دوة تزروط، نقول اللي نعيش فيه لابس في لساني كبوط. كامي الفترة الأخيرة قعدنا نشوفه في حفلات الجماعة الراب في منتجعات ومناطق ترتادها العائلة، وانت كنت ضمن الرابرز اللي كانوا عندهم حفلات في هذه المنتجعات، شن مدى المسؤولية اللي تشوف فيها قدامك بحكم ان حفلاتك قد يحضرون العائلات، شن مدى المسؤولية يا كامي، شو رأيك في الموضوع؟
لا تنقول أنا شوف أنت غنيت شوف الحفلة هذيك غنيت فيها هم مضايقين. أنا شفت بعيني يعني صبايا كبار وعزيز كأطفال وكذا يعني مردين لغنيته. ممكن طفل ممكن يرددها أوكي، لكن إن عزوز تحفظ الموضوع هذا يعني في تقبل، هو في تقبل لكن في كيف نقول لك في فئة يعني غالبة على فئته. وأنت مثلا لما تسمع رابر يسب وكذا وني أكيد حتقول لا الراب كله هيك، ولما تسمع يعني أنت مش سامع الراب النظيف، مش سامع الراب اللي تقدر تقول إنه يقدر تقدر تسمع عائلة وتقدر تسمع حد يولع في سيارة قدامها لا أوكي، فلا في قبول هو، لكن كان يقد يحدد الطريق شوية بس. بايا كم يشم مدى المسؤولية اللي طالما أنت جيت صبيت على الستيج ولقيت العائلات هذين يردن في أغانيك، معنى أنت وصلت لهم، شم مدى المسؤولية اللي أنت حسيت بها لما أنت صبيت قدامهم ولقيت أن أغانيك خرش الحواشين؟ يعني نقول لك في ممكن حاجات كانت في 2014-2015 في بداياتك كان ممكن الواحد يقول ندير نادي، بس توا بعد ما أكيد الإنسان مع كل مرحلة تغير التفكير ويتطور التفكير وكذا، فتوا في حاجات أنا ما نقدرش نديرها. أنا يعني الحق في روحي إن في خليني من الناس الأخرى، خليني في العيلة الصغار الجيل الجديد هذا، يعني يحافظ غنيك ويلبس نفس لبسك ويجيد بنفس ستايلك وممكن يدير نفس ستايل الشعر ونفس الجو، فأنت أي حاجة تديرها محسوبة عليك، فتقد تقنن شوية في روحك، مش تحدد روحك واجد بكرة، ما تقدش للعائلات فقط لا، بس في نفس الوقت يعني ما تقعدش أجريزيف واجد، ما تقعدش ما فيش كلام زايد زي ما يقولوا، ما فيش سب ما فيش هني، لأن أنت تحق في جيل قدامك وحتكون أنت سبب في إنه يعني زي ما تقول التغير عن أخلاقياتهم، هم قاعدين في مرحلة بناء شخصية، فهمت علي؟ فالواحد يقدر يقنن من نفسه شوية. باي طالما جينا للموضوع هذا نبي نسألك سؤال صعب شوية، شو رأيك في السب في أغاني الراب؟ يعني هل هو ضروري أو هل هو لازم أو ما؟ شن السبب الرئيسي اللي يخلي الواحد يسب في تراك راب؟ حبذا حبذا؟ لا اسمعني يا كويفيا، في حاجات ما تقدرش تعطي معناها الصحيح إلا لما مش تسب، نقول لك تسب إلا لما تقول الكلمة في مكانها، يعني ما يسب إنه مثلا تشتم شتم مهما كان الشتيمة شن نوعها، يعني فيه تقدر توصل معنى أنك أنت مثلا كيف نقول لك قلت كلام في مكانه، بس تقدر تقولها بطريقه مغايره، يعني تقدر ما تقولهاش دركت، يعني تقدر تقولها بطريقه غير مباشره، فهمت علي؟ هذه انا معها. وفي مكانات نقلنا ما فيهش، يعني لازم تقول لما تقعد مثلا تدوي على قضيه معينه او على كذا او على شيء، في كلام لازم ينقال، ما يقعدش خادش للحياه بصفه خاصه، يعني بس يعني نوعا ما تحسها كلام شارع اكثر ما هو كلام، يعني بس اكثر لا اقل، يعني الموضوع يعني في سب في مش سب، انت لما تقول لي سب معناها سب شتم، لكن انا نحكي لك ان في مكانات لازم ينقال فيه كلام حرش زي ما يقولوا، فهمت؟ يعني ممكن ما تتقبلش عائله، ممكن ما تتقبلش اني، لكن وممكن انت انا اللي ممكن تقدر تقول انا نشوف فيها ان ممكن تركينا فيها ابداع شويه، انك انت توصل معلومه للي يبي يفهمها، اما الناس الاخرين يسمعوها عادي، يعني ما غير مباشره، فهمت علي؟ سيم زي ما يقولوا. انت من سكان لوحيشي مدينة بنغازي؟ سكان بنغازي لوحيشي. اهلاوي؟ اهلاوي قح. كامي وين اللوحيشي في اغانيك او اللوحيشي فيش الهمك في الراب؟ لوحيشي شنو؟ منطقتك شنو الهماتك؟ شن ألهمك في الراب؟ كيف البيئة اللي أنا عايش فيها زي ما تقول بيئة شعبية، والبيئة الشعبية هي اللي زي ما تقول تخليك احتكاك أكثر بالناس، تخليك تشوف الصالح، تشوف الطالح، تشوف الكويس، تشوف الدكتور، تشوف يعني خليط وكوكتيل، فهمت؟ فهذا يبني شخصيتك، وانت بما أنك أنت تغني في راب فأنت تبرز في شخصيتك، فأكيد حيأثر فيك الحاجات هذين واجد، زي ما تقول ونشوفه في في في, في سلاح بشكل يومي، نشوفه في في مخدرات بشكل يومي، نشوفه في قضايا يسبب فيه سلاح بشكل يومي، نشوفه في قضايا يسبب فيه تعاطي مخدرات بشكل يومي، نشوفه في حاجات يومية ومشاكل روتينية عائلية كذا، الشباب مشاكل واجد بكل وحاجات واجد بكل، وحلك انك انت تقدر تدير عليهم شيء وتقدر تدوي عليهم وتقدر تنتقدهم او بالسلب ولا بالايجاب، يعني تدوي عليهم بالسلب ولا ايجابي، فاكيد يبني شخصيتك، وانت بما انك رابر فاكيد حتبرز شخصيتك هذه في الراب اللي تقدم فيه.
بهي كامي، شن أغنية الراب اللي تمنيت إنك أنت اللي غنيتها؟ أغنية راب؟ أغنية راب ليبي؟ ليبي. أها. مضحك. يوسف سواد. MC سواد. ليش؟ يعني عقليتها بصفة عامة يعني كانت في وقتها، وكانت كلامها وعر وكلامها كان زي ما تقول حقيقي الصرف. أنا بروحي مأثرة فيها لعند يعني لعند أو ملهاش أسبوع كنا نسمع فيها، وعندنا الأغنية لها 2014 ممكن 2014 الأغنية لعند أول أمس نسمع فيها، وما زلت كني نسمع فيها أول مرة. فنحيو يوسف قاعد في إيطاليا توا، نحيوها توا، أغنية حلوة، أغنية حلوة من جميع النواحي، ونص الكلام اللي كان يقول فيه في 2014 توا قاعد يصير يعني. فأغنية سابقة عصرها، وحتى هو حقيته منزل بوست على الفيس كاتب انا ما عادش بغني راب، لاني في 2014 حكيت لكم حاجه قاعده تصير في 2018. صح كلام هذا صح. شو رايك في يوسف سوات؟ ام سي سوات. يوسف سوات نعرفه من يعني من فتره، ومش نعرفه يعني هو اقاربه جيراني، فكان يتردد واجد، كنت نعرف ان هذا يوسف سوات اللي يغني في راب. وقبل ما نغني انا حتى يعني بعد ما غنيت راب تعرفت عليه بحكم مهدي كاك عند عزو وانت كذا عندني، ففلان فلانة انا اعرفك تسمع المكلف فلاني، فتعرفنا وجمعتني بيه حتى اغنية ممكن ما انا بو نحكو عليها الاغنية تمام ده انا سبقالكش معنا. لا شخصية حلوة بكل، راجل عارف شن يدير، راجل عقليته متفتحة، راجل فاهم هو وين الطريق اللي هو يبيها، يعني شخصية حلوة، صديقنا حبيبنا يوسف. أمس سوات لو توفر له ظروف أحسن منك وين حيوصل في نظرك؟ لا نقول لك يعني على عربيا إقليميا يقدر يوسف، يقدر واجد يعني عربيا إقليميا، ممكن حتى ما نقول لك إيش عالميا وكذا ونكمل لك الموضوع الأمال الوردية ذينا، لا لكن إقليميا عربيا يقدر. يعني في فترة من الفترات كنت تقول راب ليبي يعني يوسف. باهي أنت وين شايف كاميكازي يقدر يوسف؟ حتى أنا إقليميا أو عربيا على الأقل. ليش بالعكس بلتي ما كانش يحلم انه هو يوصل عالميا ووصل عالميا؟ ما ممكن نقول لك مش ما كانش يحلم، اكيد كان يحلم به. هو ننكرش ما ننكرش يعني ما حدش يعني يقول لك ما نبيش ندير حفله فيها 30,000 حد يتفرج عليك وما ما ما فيش حد ما اسمعني. الرابر في ليبيا ينقص الجمهور اللي مؤمن به، يعني يجد جمهور مؤمن بالحاجات اللي انت تقدم فيها، هذا حيخليك حتى تقدم حاجات احسن من اللي انت قدمتها، او افكار يعني زي ما تقول خلاقه، او تقدر شوف انت برا فيه ناس يقودوا في جمهورهم قياده، يعني زي ما تقول مؤمن به لدرجه انه يصدق في اي حاجه، يقلده في اي حاجه، في وشم زي ما تقول، في مش عارف شنو، في بغض النظر ان الشيء هذا سلبي او ايجابي بس يقلده في كل حاجه. فنحن انا لا يعني نقول لك انا الراب بصفه عامه في ليبيا ما فيش جمهور فلان، الراب جمهوره بصفة عامة، يعني أنا نسمع في راب كجمهور، أنا نسمع في راب، ما نسمع أنا مانيش يعني الفانز متاع كامي أو الفانز متاع حسام أو الفانز متاع يوسف، لا أنا نسمع هذا ونسمع هذا ونسمع هذا ونسمع هذا. يعني لا لازم أنت مثلا يكون عندك رابر أنت مقتنع بشخصيته، مقتنع بالشيء اللي هو يقدم فيه، مقتنع مأثر فيك شخصيا، شايف روحك فيه حاجات كيفك، يعني مؤمن بالكلام بالقضية اللي هو فيها، شايف أنه هو مثلا موصل لك حاجة معلومة معينة أنت يعني حابها فيها، أوكي هذا اللي تنقصنا على 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 مثلاً على الراب المغربي، على الراب التونسي، على المصري، عليك بس بني كرابرز لا نحنا عندنا أكثر من اللي عند غيرنا يعني، لكن مش لقين اللي الحاجات اللي قلت لك علينا دي. ردوا نحكوا على الفيديو كليب اللي كان بينك وبين MC سوات وما نزلش، شن قصة التراك هذا يعني، شن سبب عدم نزوله يعني لعند توا، وهي تقريبا في نهاية 2013 أو بداية 2014 تم تصويرها وحاجاك، شن السبب الرئيسي يعني، هي هل حتنزل أو مش حتنزل أو تتم؟ تتم قصة بروح. هي صورت في بداية 2014، بعدين أول ما كملت شهر 5 ممكن صارت عملية كرامة وكذا، وصار الأحداث ومواضيع ومش ما قعد مش وقتها كذا، تأجل. بعدين من الهاردسك واللابتوب والمواضيع اللي فينا الفيديو قاعدة عند عزو في البلاد، حوش تصور الفيديو طبعا تتم،
سلامة معتم سلامة قد عنده في الحوش فقد التأجل وكذا من هنا من هنا لأن ما عاش صوم من هنا ما عاش مثلا شيء يعني هي التغت لأسباب مجهولة أنا مش عارف عشان موضوع بين يوسف وبين تنتم بين يوسف ومعتز أنا مش فاهم بس الموضوع توقف بقى هل احتمال أن نسمعها صوت أو نشوفها فيديو أو ما عاش نشوفوها سربت نزلت صوتي سربت نزلت صوت على اليوتيوب من فترة 2016 شكلك هبل بابا شكلك هبل شنو يا كم اسمعني يعني هي النقلة كيف تعرفها ما أنت مثلا يقول كيف ضربت مثلا هقول إنه مشاهداتها في اليوتيوب كذا كذا لكن أنا عايش في شارع فنسمع أكثر حاجة سمعتها لي أنا بالذات يعني هم مضايقين هم مضايقين هي النقلة تمام شكلك هبل جت بعدهم مضايقين يعني ممكن شدت الناس في الكورس ممكن في ناس مش عارفة إن هي زست مثلا لكن شاهدها الكورس مثلا او في ناس شاهدها ستايل التصوير وفي ناس شاهدها كل حد له حاجه شاهدتها بس انا اقول لك ان هن الاثنين كانت نقله جديه يعني مع ان هم مضايقين ما صورتش يعني هم مضايقين ما صورتش ما صارش منها يعني ردوا قال لي امكانيات وقال لي كذا وانا باش نحكي نفس المواضيع اللي حكينا فيه بس لا هم مضايقين حتى هي نقله كبيره شكلك هبل حتى هي نقله كبيره هم مضايقين انتشارها أكثر لأن هي سربت بعدين نزلت على اليوتيوب فبدت بس هم مضايقين نالت صدى أكبر فهمت وشكلك هبل حتى يعني سادنا أنا عيال صغار يحقوا فيه في الشارع يقول لي بابا شكلك هبل ويسحبوها شورباتهم يعني فهمت الفكرة فممكن سبت لي حتى مشكلة أنا مع الناس اللي نعرفهم يقول لي العيل يجي يقول لي بابا شكلك هبل أنت تدوي علي أنا يقول لي لا وفي مواضيع وجدات صيرت يعني في بنت صغيرة حكى لي وليد صاحبي قال لي أنا بنت خويا كل ما غنونا بابا شكلك هبل تقعد تبكي تقول ما عادش تدعو علي بابا شوف ففي سلبي وفي إيجابي الحمد لله لكل حال الحمد لله اللي احنا فيه جيبوا اللي تجيبوه هدوا علي نصرة أنا بروحي وانت بكلكم مش حتاكلوا معايا كسرة لو شفت الفرس والروم وصبا معك كامي تو هنسمي لك اسماء رابرز ونبي رايك فيهم فنيا تمام هاشم سنيك هاشم سناكي هاشم سنيك اعطي لك في كلمه مثلا عادي مش شرط كلمه حتى ثلاث كلمات مش شرط كلمه معشوق الفتيات حمزاوي الراب الأصيل كحلة والنون به كحلة والنون كحلة والنون رابر مصارعين جديات يعني الشيء اللي يديروا فيه شيء يجذب يعني امسي ميجو به ميجو رابر يقول في شيء يعني كيف نقول لك ميجو كاريزما ميجو أحمد شافي ما فيش له وصف معين لأحمد يعني هامبورغ نازي أولد سكول نازي النكشة نازي الدقة القديمة بلاك تايجر حبيبنا أخونا بلاك تايجر شو نقول لك بلاك تايجر يا حبيبي اخويا الكبير ام كي حبيبنا لازم صاحبنا واحسن لاعب سله في الدنيا لا مش ام كي محمد خليل ام كي الاخر ام كي الرابر علي ربيع من طرابلس مادولف ما دورف نعرف شخصية رابر كويس رابر يقول في شيء هو مقتنع به يقول في شيء حلو يعني رابر كويس حسام كريمينال صديق الطفولة كريمينال حبيبنا اللازم كامي لو قلت لك صنف لي الراب الليبي عربيا شن تعطيه من ترتيب ممكن بوضع الحالي نقول لك الرابع الخامس أعطيك تصنيف يا ريت من الترتيب الأولى من رأيك الشخصي يعني
بحول نظرتي أنا للموضوع وال تونسي مغربي سعودي أو خليجي بصفة عامة تقدر تقول مصري ليبي ممكن أو ممكن ليبي يكون الرابع ومصري يكون الخامس يعني حسب وجه نظري. كامي أنت الفترة الأخيرة عندك شح كبير في الإنتاج، شنو السبب؟ نرد نفس الموضوع، نظرتي للمجتمع اللي أنا فيه، بنظرتي للإمكانيات اللي أنا فيها، وبنظرتي بحكم إني شاب يعني زي ما تقول ما عنديش هذيك الإمكانيات الواجدة ومن طبقة متوسطة زي ما تقول أو كما يعني الراب يبي تسجيل ويبي تصوير ويبي مونتاج ويبي أنت أصلاً تقعد في مود راب أو مود إنك تكتب أو مود إنك بس أنا الفترة هذه كيف نقول لك مش ما فيش نية من الشيء اللي نشوف فيه قدامي و يعني أكيد عندي مواضيع واجد وعندي كتابات واجد كتبها نداسا وعندي مواضيع واجد بك لكن الدافع اللي يقول لك عدي سجل عدي صور نزل ما فيش دافع يعني أنا نزلت عدي سجلت وعديت صورت وعديت منتجت الأغنية ونزلتها بعد تنزل بأسبوع أنت تبحث في روحك تقول بأنا ليش درتك يعني شنو الدافع اللي عطاك شنو الحاجة اللي جنيتها من الشيء اللي نزلتها وشنو الحاجة اللي اللهم يعني شكر من بعض الناس تقدير من بعض الناس لكن بشكل عام هي ما فيش أي دافع يعني إن شاء الله يكون في دافع إن شاء الله هنقدم حاجات أحسن. أصلاً منو أنتم شنو أنتم في الرب أنا شي لابلة أصلاً عارفكم تكشفكم ترك فوق الأصابلة واللي خالفكم يعرفكم صدق فاخر منزلة. كامي أنت معايا تو في فقرة لو خيروك هنخيرك بين حاجتين ولازم تختار منهن واحدة. كامي لو خيرتك بين أولد سكول ولا نيو سكول شنو تختار؟ نيو سكول. بي لو خيرتك بين الراب قبل 2011 وبعد 2011 شنو تختار؟ بعد 2011. بلتي ولا مسلم؟ مسلم. الراب التونسي ولا الراب المغربي؟ تونسي. دس ولا هدف؟ هيب هوب. ام جي كي ولا امينيم؟ امينيم اكيد. حليوة ولا شايفين؟ شايفين. بيمسك هذه حمزاوي ولا سوات؟ حمزاوي. لو غيرتك بين اثنين فرصة عمل في الوحيشي بمرتب كويس بكل وفرصة عمل في روما بمرتب عادي جدا شن تختار؟ مرتب عادي روما. مليت من الوحيشي ولا شنو؟ لا خلاص انسقلنا في الوحيشي نعدوا نشوفوا موهب نعطي موهبنا غادي. بي طالما قلت نيو سكول تراب ولا افرو؟ لا تراب. ليش؟ جربتها تراب تمام وسمعتها وجربتها تراب أحلى. بجربت أفرو؟ لا ما جربتش أفرو بس أكيد يعني ممكن لو جربت الأفرو هنقول لك الأفرو أحسن بعد فترة معينة بعد 3 شهور 4 شهور يعني تغيرت تعرفش بس هو حاليا تراب. بأ فاصوليا ولا حاجة حلوة؟ فاصوليا تي فاصوليا. بأ الأهلي ولا برشلونة؟ برشلونة. هما مضايقين ولا شكلك هبل؟ مضايقين. نور يا كامي وجودك حبيب. زوبيت ادرينالين تجي عزو عندي طوافي معر ما عندي يمسيز عطار ما عندي مغروف مسنية في عقل ودنا الشلمة عندي معرية زقف في نوم حالمة عندي فوزات مفلمة مني لفت مسلمة راجل من الدقة الأولى اللي في راسي مش محولة مش مقولة بنزل جديد من فولة حتى بكوش مقولة دي ما فايز بالشولة نمشو خاطر للمولة يا ربي دي ما معولة يومنا مش يوم كم هي أطيب لو قاتل عمنا مش كيف عمكم واللي باعت برامت زومنا مش سوكم انتو كم جت حجلت وجونا رين مش كيف كم مش فلاتر سنبشت حشتي قرشت ماشتي بموسيقتي واخد ضايتي يلو بينجي بنا تعبت من غار مباتي كلام بخولي راسي أكثر حتى من براتي 16 بار باللي بيبي إلا كيلو صفحاتي